الكفاءة كانت علاقتها بالسيد الزين. الثورة المصرية لم تسيس القضاء. لا أحد يملك أن يعيد أحد لمهنة حرة بقرار رسمي. لأن إحنا مش مجبرين على التعديل على هذا الدستور. إحنا مكرهين على التعديل عليه. يا مواطن يقول أنا إخواني معرض إنه يتقبض عليه. أخو السيد الرئيس أوباما هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. كثيرا ما حاول الشرفاء في القضاء المصري الصمود والحفاظ على نزاهة القضاء بعيدا عن الفساد الذي نخر في عظام دولة مبارك. وبينما كان القضاء يعاني من أزمة التوريث بتعيين أبناء القضاة وإسناد المناصب الهامة للأكثر فسادا، أصيب القضاء بضربة قاسية بتعيين تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في مصر. تهاني الجبالي المحامية الشخصية لسوزان مبارك وإحدى أكثر المقربات لها أقحمت فجأة في السلك القضائي ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية تتولى هذا المنصب الرفيع، منصب لم يجلس عليه إلا كبار المستشارين على مر التاريخ. من الذي عينها من محامية، وده مش عيب، في شركة بسيطة في قطاع عام، انها تبقى اول نائب رئيس المحكمه المصريه العليا؟ على فكره هي كانت ضيفه عندنا في حلقه. مين اللي عينها؟ وقالت ان كفاءتها هي اللي رشحتها. اسف، الكفاءه كانت علاقتها بالسيد سوزان مبارك. حظيت الجبالي باهتمام اعتى الانظمه العربيه واكثرها دمويه، فكان تكريمها على يد صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا والاسد في سوريا. عقب ثورة يناير استماتت الجبالي من خلال مقعدها في المحكمة الدستورية في الحفاظ على الدولة العسكرية وهيمنتها، فقامت بإعداد وثيقة السلم التي تتضمن مواد فوق دستورية تحفظ للعسكري سيطرتهم على مفاصل الدولة، وعملت على إجهاض إرادة الأمة بحل مجلس الشعب المنتخب. وفي حوار لها مع صحيفة نيويورك تايمز أقرت فيه بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين. الثورة المصرية قد لجأت لدولة القانون واحترمت استقلال القضاء ولم تسيس القضاء. لفظت الثورة بكل أطيافها الجبالي وأمثالها من القضاة الذين وظفوا كراسيهم ومنصة القضاء لخدمة السلطة. وكما دخلت السلك القضائي عنوة، حاولت دخول أحد المؤتمرات العمالية عنوة بالرغم من طرد العمال لها، فجلست على منصة المؤتمر كما جلست على منصة القضاء متجاهلة إرادة الأمة. لم يترك الرئيس مرسي مجالاً للمحكمة الدستورية وقضاتها المعينين من قبل مبارك كي تعبث بمصير الأمة بعد أن علم سعيها لحل مجلس الشورى وكذلك تأسيسية الدستور، فقام بتحصيل مؤسسات الدولة المنتخبة في إعلانه الدستوري. تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، لتبدأ تأسيسية الدستور عملياً تطهير مؤسسة القضاء. فتم إقرار مادة تخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 عضواً إلى 11، مع عودة القضاة الأصغر سناً إلى أماكنهم ومناصبهم السابقة. فكانت النتيجة إلقاء الجبال الدخيلة على القضاء خارج أسوار القضاء بأكمله، وهو ما زاد من العداء بين الطرفين. طبعاً حضرتك عارف أنا كنت محامية، ولي الشرف أني كنت محامية لمدة 30 سنة في إطار القضاء الواقف، وكان مهنة عمري طبعاً. لكن لا أحد يملك أن يعيد أحد لمهنة حرة بقرار رسمي. كرد عملي على إقصائها عن المحكمة الدستورية، عملت الجبال على الحشد لتظاهرات 30 يونيو والدعوة للانقلاب العسكري. وقد تحقق للجبال وأخواتها ما تمنت، لينقلب الجيش على الرئيس مرسي في 3 يوليو ويختطف السيسي رئيسه في مكان غير معلوم وإعلان تعطيل العمل بالدستور. وأثناء أحد الاجتماعات لمناقشة وضع الدستور الجديد لم يكن يعلم أعضاؤه بأنه مسرب على الهواء، كانت الجبال حاضرة فيه تنكشف نوايا الانقلابيين في القفز على دستور استفتى عليه الشعب.
لان احنا مش مجبرين على التعديل على هذا الدستور، احنا مكرهين على التعديل عليه لانه بعضنا لا يتحمل مسؤوليته امام التاريخ. وخطوره ان يصحح دستور في 90% من مواده، لانه في مواد هتحذف ومواد هتضاف ومواد هتتعدل، معناه ان الدستور بالكامل مش موجود. استمرت الجبالي في نشر إشاعات أقرب للكوميديا السوداء، فقدمت معلومات في غاية الحساسية إلى الشعب الأمريكي. زي أخو السيد الرئيس أوباما، أيوة. يعني نهدي للشعب الأمريكي معلومة، الغير شقيق الأفريقي هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. كما ظهرت في حلة قضائية تناسبها، وهي تطالب باعتقال أي شخص يعرب عن انتمائه الفكري. هذا القرار أيضا يجعل أي مواطن يقول أنا إخواني معرض أنه يتقبض عليه بمجرد أن يعتبر نفسه عضوا في هذا التنظيم. أن تكون الشرطة المصرية حاضرة وأن تتبوأ موقعها من تطبيق القانون، وألا يكون لدى أي طرف موجود في المنشآت التعليمية والجامعات الحق في منعها من القبض على أي إنسان مهما كان. لم تمثل الجبال الحرية أو العدالة يوما، فدعمت غلق قناة الجزيرة وكذلك أعضاء جماعة البلاك بلوك الإرهابية، ودعمت أيضا الاعتداء على خصوصية المواطنين، مطالبة عبد الرحيم علي بنشر المزيد من محادثات شباب الثورة التي سجلتها لهم آلة مبارك الأمنية. تهاني الجبالي ربيبة سوزان مبارك التي أتقنت دورها في إخماد شعلة الثورة المصرية والقضاء على حلم مصر في المستقبل.